تونس. ونحن نعبر هذه الناحية من المدينة طلعنا هذا المبنى، وبالطبع لم يكن هو المقصود مباشرة في هذه الرحلة، وإن كان يخص الثقافة والمعرفة بشكل عام، ولكن استثناءه الجمالي يستوقف المرء ليسأل: ترى من هو الذي صمم أو ألف هذا الشيء؟ من هو الحروفي أو التشكيلي الذي ألف هذا الصرح وفتح هذا الكتاب؟ سألنا، قالوا: المهداوي. نعم، نجا المهداوي الحروفي، ذلك الرجل الذي يشكل من الحرف كلاما أو لوحة بدون كلام تقريبا، ليتيح لنا قراءة البعد الآخر الذي يتخطى المعنى المباشر. هذه قاعة الأليكسو. الأليكسو للعلوم والثقافة، نعم، تابعة الجامعة العربية، وكانت مجموعة من المهندسين المعماريين اللي قدموا مشاريع، والأخ ميتا مهندس معماري تونسي ميتا هو اللي تحصل على الجائزة الأولى. وبعد فترة سيد المدير هو سي عزيز بن عاشور آنذاك طلب مني أن ندخل في المشروع وأن شو نقدر نضيف، وتركز اقترح علي، قال لي: بما أنك في عالم الحرف والحروفية، التصور بتاعك أول ما خممت، وهي تكلمنا على الثقافة، خممت على كتاب مفتوح. إذن المهداوي خرج من الصفحة البيضاء، من جملة ما خرج، إلى هذا الفضاء، هذا المبنى. قد يبدو للمشاهد أن هذه الحروف مرسومة أو ملصقة على الزجاج، ولكن في الواقع هي ليست كذلك، هي جزء من بدن المسطح هذا متداخلة بين الألواح. اللي حبيت أن نأكد عليه اللي نقوله هو الحروف اللي في الزجاج ليست طبع، ليست عملية السيريغرافيا أو طبع أو كما الحفر، هي مخدوم ما بين لوحتين زجاج مصبوب الأسود كله زجاج ولا دهن، وليس دهن. هذه طريقة معاصرة جدا جدا جدا. كم من الوقت تستغرق هذه الجدارية؟ يعني شوف، شعري كان أسود، كل سطر يخلص تطلع شعره بيضة. الجواب هو السنين، السنين اللي خدمت بها، السنين اللي صمت بها، بس وصلت لهذا. إذا كان هذا آخر عمل، ما نجمش نحسب ستة أشهر أو سنة أو سنتين، في 70 عام السنين الكل جعلوني يعني أصل إلى هنا. أصل، وهي فتحة أبواب إلى المستقبل. الشيء الآخر المدهش والرائع هو هذه الجدارية التي تتوسط دفتي الكتاب أو جداري المبنى بمساحة 30 متر، هي التي أعطت هذا السحر أو هذا الوعد الجمالي. حروف وظلال حروف ورموز ملونة وسوداء يعكسها الضوء على أرضية المبنى وعلى مراياه وجدرانه، حروف تسبح في فراغ. الهوية المعمارية للمبنى، يعني اللوفغ، اللوحة اللي عملها سنجي هي اللي أعطت الهوية المعمارية للمبنى هذا، وخليته يكون يعني مختلف على بقية المباني. في الأصل يعني الهندسة المعمارية متاعه مش يعني مش مختلفة كثير، ولكن باللوحة اللي عملناها مع سنجي هي اللي أعطتها طابع خاص وهويته، يعني تجم تقول. نعم، المهداوي هو الذي يستخدم الحروف والإشارات أو الرموز حتى بأجزاء صغيرة منها، من هذه العناصر البصرية، نتيجة موقف عفوي كما يقول، لعدم الرضوخ لسلطة القيم المفروضة. البنية بتاع الحرف والأسس بتاع الحرف يوحي بإرث للجميع، إرث بنظرة معاصرة، نظرة اليوم. بس هذا في نوع من التمرد على 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 فكرة التراث والسرد والثقافي والموروث. نعم، لو خمم على التراث والهوية، والهوية فقط، التراث يسجن. ومن هذا الصرح اصطحبنا المهداوي في سيارته هذه إلى دارته. الثمانيني يقود السيارة كما يرسم بدقة الحروف، وكان برفقتنا تشايكوفسكي.
في كونشيرتو للكمان والأوركسترا. وهذا الضيف هو واحد من الضيوف المقيمين في وجدان المهداوي على ما يبدو. وفي الطريق إلى البيت حدثني عن الموسيقى وعن الحرية متحسرا على الذين بقوا أسرى للتراث. الخبرة اللي أخذوها في آسيا نزعوا نفضوا الغبرة تاع مركب النقص اللي احنا كانت غلق الابواب على انفسهم وتفتحوا على ثقافة العالم. اليوم من ابرز ما فما عازفين بيانو او كمانجا في العالم خارج من الصين او من اليابان. يعني ولا بد من فتح الابواب على الثقافات الاخرى. ثم حدثني عن الذين قرأوا اعماله بشكل عميق، ولعل الكتاب الذي أصدرته دار إسكارا الإيطالية يختصر بشكل كثيف ومعمق تجربة هذا المبدع. يعني هو طلب منا، يعني إسكارا يطلبوه الناس. نعم، هو طلب يحب يعمل مونوغرافية معايا. اللي كتبوا فيه المقدمة هي فينيسيا بورتير، مسؤولة الأولى في البريتيش ميوزيوم في لندن، توقيع الثاني بروفيسور كورناتي دكتورة من تورينو، من الأكاديمية بتاع تورينو. أقرب حد اللي فهم أعمالي هو شربل داغر. وكما يقول شربل داغر عنه، إذا كان الخط في قديمه يعبر عن الكلام بشكل بصري، فإن فن المهداوي يعبر عن تدافعات الكائن الباطنية الخارجة من اليد. ذلك أن الشاغلين في المجرد في الهندسي وفي الخطي لا ينفكون عن مشاغلة أنفسهم وعن الانصراف إلى التدوين فوق البياض وإلى التعبير الحواري مع أنفسهم ومع غيرهم. هذا ما تقوى عليه اليد الموصولة بالعين وبما هو أبعد منها، هي اليد التي تستطيل فلا يكون عملها تنفيذا للشكل وحسب أو تجويدا له أو ابتكارا، وإنما هي تتنفس إذ تعمل، تحزن وتفرح إذ تدون. هي يد طويلة كما في المثل الشعبي العربي في الحديث عن يد السارق، تمتد إلى مناطق واسعة وشاسعة، ما يقع تحت العين أو يتولد في الخيال. ودائما تشايكوفسكي في الطريق، أفكار تحوم كالطيور ثم تتحول إلى موقف. إيفا ميروفيتش أكبر اختصاصية في العربي تقارن جون سيباستيان باخ في الموسيقى بابن العربي وتقول السؤال هو كيف اليوم باللازر وبالانفورماتيك والأورديناتور والحاسوب و ما قدرناش نفهموا كيف ابن العربي كتب الشخص برك كتب الفتوحات المكية 14 مجلد. وجون سيباستيان باخ نفس الشيء، موسيقته تو بقراوها كلها. قصة الموسيقى نحن مع وصولنا انتهى العزف. نحن الآن في الصومعة في المرسم، وقلت لي أنه مش مرسم فقط، ليس مرسم فقط، هو أيضا مكان للسكن مع العائلة. نعم، هذا اختيار. نعم، سنين يعني كنا نعيش في الخارج أو في تونس. اقتراحي هو لو الرسام أو نحات أو حفار يغادر بيته العائلة والسكنة ويروح إلى مكان معين اسمه مرسم، الفكر يتغير بالنسبة لي. وهذه رؤية خاصة بي، في أي وقت يصير يعني شهوة الرسم أو الموسيقى أو غيره تكون على نفس المكان، لن تغادر البيت وتروح إلى مكان آخر. يعني المشي، الخروج من الحياة الطبيعية اليومية بالنسبة لي يقلق يشوش. ولهذا صار اختيار وولى عادي وطبيعي. على كل حال يبدو اختيارك كان هو أكثر ثراء
الجو بارك الله فيك، الجو العائلي يعني نتصور الأطفال كانوا حولي. وأنت تشتغل؟ عندي بنتي كانت صغيرة صغيرة، كانت عندها 4 عوام، كنت تقول لي نرسم وتقول لي خليني نضيف لك نقطة في مكان، أعطيني مكان نحط نقطة وتضيف نقطة، ولا تلعبة ولا دائما تدور تدور تقول لي بس الحمد لله. هذا يعني يدعم ويقوي في الفكر والراحة. نعم نعم. ربما أنا وقت اللي التقيت فيك اليوم في هذا الصرح اللي تابع للجامعة العربية وقلت لك سأسميك اللاعب الأكبر مع الحروف، فيبدو أنت لاعب عن جد لأنه سمحت لبنتك أن تشارك هذه اللعبة. خلينا نقول لاعب بجدية كبيرة ومفهوم آخر، لاعب من جانب الكوريغرافي، من جانب التصميم، انسجام مع فكرة مهندس معماري، قدمت فكرة على أساس كتاب مفتوح وكانت الفكرة مقبولة. نعم. واقتراحي الوحيد هو خلوني نرسم بكل حرية كعادتي، ولن نرسم ونكتب أي شيء مقترح علي. هذا كان خلق وإبداع انطلاقا من فكري الخاص، قدمته كان مقبول من طرف المهندس المعماري، من طرف المسؤولين الجامعة، وصار تصميم. طالما تحدثت عن هذا الجانب يعني لم تخضع لشروط الآخرين أن يملوا عليك ماذا أن، وأنت صممت الكثير من الشعارات والأعمال الفنية لصالح مؤسسات وشركات ودائما وأبدا لم تنفذ دائما نفس المبدأ، تخضع لنفسك وليس للآخرين. آخر يعني لفني. عمل بمساهمة مع شركة من أستراليا، يعني جامعة في السعودية، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبد الله، وكان الاقتراح تصميم تزويق المسجد، واقتراحي كان حروف يعني شغلي كعادتي، ولن نقبل أي شرط إلا بحروف حرة، وصار التصميم مقبول من طرف المسؤولين على الجامعة والمسؤولين على الديزاين والديكور. كما سلف الذكر، تبدو لوحة المهداوي حائرة بين أشكال إبداعية مختلفة، وهذه الحيرة ليست عفوية أو أنها خلاصة صدف. نتأكد من ذلك حين نهم في قراءة حروفه ونتعثر، ليس لكونها طلاسم أو تداخلات في أشكال الحروف والإشارات وتأتي في باب المجانية، فهي من جهته كما يقول حوار فني مع حروف لغته. ويمكن القول من جهة أخرى إن المهداوي عثر على لوحته هذه أو أسلوبه في مسار اشتغالاته، ومثله كمثل المريد الذي يعثر على معلمه، وهذا ليس بعيدا عن المهداوي المتحدر أصلا من سلالة لها مقام في التصوف. بالرغم أن الحروف حروف مهدي المهداوي هي ليست حروف كاملة، هي حروف مجتزأة، يعني توحي أنها حرف ولكنها ليست حرف كامل، وهذا لم يسبب لك مشكلة، لأن هذه الحروف عادة الحرف هو صوت، والصوت له معنى، ومجموعة الحروف تشكل جملة، والجملة تشكل سرد وإلى آخره، وصولا إلى النص المقدس في النهاية. هذا الاجتزاء من واللعب مع الحرف، اللعب بالمعنى الإبداعي أقول، وليس ألم يعني يجعلك في مطرح من المساءلة من البعض؟ صار هذا، ولكن ليس من اهتمامي. نعم. من البداية طريقة عملي ليست طريقة الخطاط الذي ينقل أي شيء كالببغاء. نسخ. وجود الحرف عندي لن يعبر بكلمة وبجملة أو غيرها، ولكن يعبر على الفن كفن وخلق الإبداع انطلاقا من إرث قوي جدا اللي هو إرث الجميع،
وليس خاص بنا بثقافتنا. نعم. كيف نحرر أنفسنا من شغل قرون وسنين وإحنا في التكرار؟ كيف نخرج من التكرار ونخلق انطلاقا من أرضية معينة اللي لها أسس؟ اليوم بلغة اللازر بلغة العولمة ندخل في الدوامة الآخر، ولكن لن نقبل المسوح ولن نقبل عملية الذوبان في ثقافة الآخر. نفتح الأبواب على الثقافات الأخرى ونتماشى مع بعضنا بعض، أخذ ورد، أخذ وعطاء ورد. نعم. بالثقافات. نعم. ولا للتبعية. كيف وعندما أقول لا للتبعية، نعم للحوار، هو كان هذا المبدأ بتاعي من بداية. نعم. يعني كأني أفهم أنه أنت وقت اللي يعني تستعين بهذا التراث عبر رموز الحرف، الحروف والألوان والأشكال، يعني وكأنك تقول أنا سأعبر عن هوية مركبة وليست هوية ذات بعد واحد. نجعل روحي في قراءة جديدة للتراث، ولن القراءة الجديدة تجبرني على خلق وابداع وفتح نوافذ على شخصية معينة. نعم. عندما نتكلم على الهوية، لو نركز مفاهيمنا على الهوية فقط، الهوية بنفسها تؤدي إلى التقوقع العشائري. نعم. والعقم في بعض الأحيان. كيف يمكن أن نحترم الأسس ولن نغلق الأبواب على الثقافات الأخرى؟ قد يتراءى للمشاهد أن لوحة المهداوي ضرب من الزخرفة أو تجليات تأتي في باب الحروفية، وقد يتراءى لمشاهد آخر أنها خطوط هندسية وحروفية ملونة تأتي في باب التشكيل، في باب الرسم والتلوين، وقد تبدو لآخر أنها تشكيل موغل في التجريد أو الترميز، ثم قد تظهر بشكل عام أنها واضحة ويمكن أن تقرأ، ولكن حين نتمعن فيها تستعصي على القراءة ويستحيل فك حروفها، فهي كلية بأجزاء من حروف توحي أو توهم بالمعنى المباشر. وكأن المهداوي عثر على ما يجعلنا في هذه التأملات أو التساؤلات حين كان يلعب مع حروفه ويجردها من صورتها الكلية ومن صوتها الواضح. هو حوار. نعم. هي لعبة الحوار، لعبة، بارك الله فيك، لعبة الحوار مع مفهومنا ومفهومي الأصالة والتراث وما تراث. التراث لازم يسجن. قلنا أظن. نعم. نكرر. نعم. إن البحث عن الهوية فقط هو التراث وما تراث، وأنا أتيت من التراث، خليني، وهذا ملك الجميع. نعم نعم. التكرار يسجن، واللعبة اللي نتكلم عليها اللعبة، إذ اللعبة هذه ما تفتح نوافذ على العالم وتقدم وتفرض شخصية اللي أسس بتاعها معقولة واضحة، لن يكفيني أن أقول أنا عربي وأنا كذا، هو فن للجميع. نعم نعم. تدخل في دوامة العالم، ابقى. نعم. بأي قناع تدخل. نعم. قناع مزيف برؤية الآخر أو قناع ينتمي إلى ثقافة معينة. نعم. هذا هو مفهوم اللعبة. نعم نعم. كأنه اللي بيتأمل بلوحة نجا المهداوي، الذي يتأمل في تلك اللوحة، ربما وهذا أنا حدث معي، يعني تخيلت كأني أسمع أصواتا ولكن أصوات غير واضحة. واضح. بارك الله فيك. توجد نفسك في لندن أو في باريس أو في برلين أو في روما، وتسمع أصوات في مسجد، مثال في مسجد أو في كنيسة، تسمع الأصوات وتحس شيء من الداخل، تحس حنين، ما تفهم مش يقولوا، هي هذه الثقافة. نعم. إذا فقدنا هذا فقدنا الكل. عندي بحوث مع جامعة كولوني في ألمانيا ويوستون في أمريكا، الفرق ما بين النطق الكلمة بالعربية ولغات أخرى. النطق
ينادي بالإيقاع، فرغت المضمون وخليت الإيقاع. إذن المهداوي في لوحته هذه يجسد الإيقاع، أو يجسد أصوات الحروف أو ما بقي منها. بمعنى آخر هو يرسم حنينه للبدء، لدلالات الصوت الأولي قبل أن يصبح كلمة واضحة ولها معنى. لذلك يستعصي علينا قراءة هذه الأصوات المجسدة في هذه الأعمال. هي تسمى ديكتاتورية الفن. نعم نعم. سأعمل تجارب في جامعة زوريك، بوليتكنيك زوريك في ألمانيا، وفي تونس استدعينا ناس تعرف تحسن العربية وناس أجانب، اللي ما يقرأ ولو حروف في الأبستراكت يعني فارغة من المضمون يقول خليني أعفيني، ما يحاول. واللي يعرف يقرأ وما يلقى الكلمة ما يكفيش بشي، ينظر الحاجة ويحب مضمون، يحب كلمة تدله، وتدله هو مش يحس نفسه اللي هو مفهوم الوجودية ومفهوم الملكية. نعم. إذ نحيط له المضمون يخشى، يخاف، إنسان يخاف، يقول لك هذا ملكي ومش ملكي، خليني نحس اللي هو متاعي. ولكن نفكره اللي هو عمل فني وليس عمل لا سياسي ولا يخدم في قضية معينة. نعم. اللي هو عمل نعم. حر بكامل الحرية. نعم. يقول المهداوي إن قضية الرئيسية مع الرسم هي أولا السعي إلى الإبداع وإرادة الإفلات من المتاهة الثقافية التي تجبرنا على الإذعان لنوع محدد ولأسلوب منجز. كان لابد لي فكريا وثقافيا أن أبدأ بتفكيك أشكال وتأثيرات الموروث والمدارس الأخرى. هذا ما يقوله المهداوي. لذلك عندما نتأمل في أعماله قد نعثر على هذه المعاني التي ذكرها، ولكن عملية التعبير عنها لم تستطع إلا أن تكون أسيرة لها، حتى لو أخذت جزئيات منها وجردتها.